ميس خلاص الشاشة باينة. اوكي ثانك يو. ممكن نقفل كلنا المايكات ونسمع مسهلها تقول Good morning grade 2. Today we'll talk about addition and subtract problem. هناخد addition الاول. طبعا خدناهم الaddition قبل كده. انا هحل اول واحدة وبعدين ان شاء الله خلي واحد واحد منكم يحل معايا. طيب اول ما عندي ممكن نقفل المايك لو في مشكلة بس قول. بس لو كله تمام وشايف الشاشة وسامع صوتي يبقى خلاص نقفل المايك ونسمع. عندي اول addition problem زاحل. اول حاجة لازم اتأكد ان انا كاتب لي ايه بلس. لو كاتب لي ماينس يبقى انا بحل سبتراك. يبقى لازم اتأكد انا عندي هنا السمبل اللي عندي ده بلس ولا ماينس. تاني حاجة ان انا بقرأ ايه؟ بقرأ النمبر. عندي 795 بلس 998. كلنا شايفينه؟ تمام. أول حاجة ببدأ بيها إيه؟ ببدأ بمين؟ باليونت. وبعدين بحل التنس وبعدين حل الهندرد. عندي اليونت إيه؟ اليونت بيقول لي 5 بلس 8 إيكوال كام؟ إيكوال 13. أكتب 3 تحت إيه؟ تحت اليونت عشان هي في اليونت. طيب قال لي 13، المفروض 13 دي فيها إيه؟ المفروض عندي 13 فيها 3 في اليونت، أسفة في الونس، سوري، عندي 3 في الونس، وعندي إيه في التنس؟ عندي 1 في التنس، يبقى أنا عندي أسفة مش يونت، ونس مش يونت، هو النظام القديم أسفة يونت، فإحنا المنهج الجديد بيقول لي ونس، يبقى أنا عندي في الونس 3 وفي التنس 1. طيب عشان كده بعمل إيه؟ بحط 3. ممكن نقفل المايك. فبحط 3 ايه عند اليونت. وبعد كده انا عندي ال1 المفروض في التنس فبحطها عند مين؟ عند التنس. يبقى انا هعمل ايه لل1؟ هعمل لها كاري اب، هعمل لها ري جروب. يبقى انا بغير الجروب بتاع ال1 من ان هي كانت المفروض ان هي مع الوانس ان هي تبقى مع مين؟ مع التنس. يبقى انا بعمل لها ري جروبنج او بعمل لها كاري اب، ان انا بشيلها من تحت احطها فوق كاري اب. طيب بعد كده هيبقى عندي ايه؟ 1 بلس 9 ايكوال 10 بلس 9 ايكوال 19. احط ال 9 واعمل ايه؟ واعمل كاري اب، او ممكن اقول كمان ايه؟ ري جروب. احط ال 1 في الجروب بتاع ال 100. يبقى عندي 1 بلس 7 ايكوال ايه؟ ايكوال 8 بلس 9 ايكوال كام؟ ايكوال 17. هنا 7 وبرده بعمل ريجروب، بس هنا اصلا ما عنديش نمبر، المفروض بحطه في ايه؟ في ال 1000. ان شاء الله برده ال 1000 هناخده في سنه ثالثه، بس نبقى عارفين ان انا بعمل كاري اب من ال 100 لل 1000. كده احنا حلينا ايه؟ فيرست كويستشن. نختار بقى حد يحل معانا السكند. يلا يا مرام. مرام تامر. يس ميس. يلا يا مرام تعالي نحل سوا. قولي لي عندي 896 plus 968. حل لي الأول. الوانس. الوانس شاطر. عندي إيه في الوانس؟ 6 و 8 plus 8 equal. هنخلي 6 16. six plus eight. لا أنا عايزة 6 plus 8 equal. هنعمل أحط ال big number in my mind the small number A in my hand. وعد after 8 14. شاطرة. أحط أعمل إيه بقى؟ أحط مين في الوانس؟ الفور. الفور في الوانس. وخلي أحط كاري أب وان على أب للوان. شاطر. يعني أنا كده الفور حطيتها في الوانس وعملت للوان كاري أب. 1 بلس 9 10 10 10 plus 6 16. شاطرة. أحط مين بقى؟ نكتب 6
شطورة ونحط كاري اب 1 نعمل كاري اب لل 1 1 بلس 8 15 لا قولي بالراحة معايا 1 بلس 8 1 بلس 8 9 بلس 9 9 بلس 9 18 اعمل ايه حط ال 8 ال 8 وحط ال 1 حط ال 1 عشان ما عنديش نمبر الثاني شطوره شكرا ليك يا مرة يلا نشوف مين هيحل كمان معانا رقم الفون ده بتاع مين حد يعرف رقم الفون ده بتاع مين اللي هو 01222 ده يا ريت يقفل او يغير الاسم انس تجاوب يا انس yes miss يلا يا انس اقرا النمبر دي انس عندي ايه 960 96 ايوه plus 978 شاطر هبدأ بمين الأول؟ ال ones حلو 6 plus 8 equal 14 شاطر أعمل إيه في ال 14؟ كتبنا ال 4 ال 1 أعمل لها إيه؟ carry up على ال 9 اللي في ال 10 شاطر 1 plus 9 equals 10 plus 7 equals 17 equals 17 اعمل ايه carry up لل 9 اللي في ال 100 لا بالراحه كده اول حاجه اكتب نمبر ايه انا عايزاك بالراحه كانك انت اللي بتكتب بتفكر في ايه اول حاجه هكتب ايه هنا تحت ال 10 7 7 شاطر وبعدين اعمل ايه هنا carry up carry up شاطر 1 plus 9 equals 10 10 plus 9 equals 19 equal 19 يبقى اكتب ايه اكتب ال 19 زي ما هي ولا اغير فيها حاجة فيها حاجة لا خليها زي ما هي يبقى اكتب هنا ال 9 وهنا ال 1 شاطر شكرا ليك طيب اللي بعد يلا يا اسماعيل اسماعيل yes, miss. يلا يا اسماعيل جاهز يلا بينا عندي اقرا لي الكويشن 598 plus 958 انت بتحل فين هنا ماشي تبدا بدي ماشي اوكي قولي يلا هبدأ بمين الأول؟ الوانز الوانز 8 plus 8 equals 16 equals 16 دي خدناها في الدبل أكتر ال 6 وعمل إيه في الوان؟ نعمل carry up carry up 1 plus 9 equals 10 plus 5 15 15 أعمل إيه؟ carry up اكتب مين الاول الفاي واعمل ايه 5 plus 1 equals 6 ايوه صح شاطر 6 plus 9 equals 15 اعمل فيها ايه بقى ال 15 انزلها شاطر اكتبها زي ما هي شكرا ليك شاطر يلا يا حذيفه yes miss طب هتفكر يا حدايف what good morning good morning miss يلا فوق كده شكلك نايم يلا اقرا الكويشن ده 595 plus 968 عايز تحل ده طب ماشي هنحل ده هو ده صح yes طيب قولي هنبدأ مين
بالونس. يلا قولي حط مين مع مين. 5 + 8 equal equals 13. 13 اكتب مين اكتب 13 اكتب 3 وحط carry up 4 tens. حلو كم 1 + 9 = 10 10 + 6 = 16. شاطر اكتب ايه 6 انا حط carry up 400. حلو بعديها 6 1 + 5 = 6 6 + 9 = 15. اوكي اكتب ال 15 زي ما هي. يس يس شاطر. ممكن تقرا لي الاجابه تعرف 1563. لا اكس 63 يبقى ايه 1563. اوكي شكرا لك قوي يا حذيفه. اوكي ثانيه هتعرف تحل ولا ايه؟ يعني احاول كده عشان مسهلة. شاطر انا احاول دايما ما اقولش ما اعرفش احاول وربنا يسهل. يلا مالك محمد تميم. يس ميس. يلا يا مالك تختار اي واحدة تحلها قول لي النمبر. 579 97. ايوه دي yes plus 938. حلو هبدا ب الوانس قول 7 + 8 = 15. اكتب ال 5 وال 1 اعمل فيها ايه carry up. Carry up. وبعدها 13 1 + 9 10 + 3 13 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
plus 1 equals 6 plus 9 15. Excellent. شكرا لك يا تميم. يلا يا رودينا. يلا يا رودينا. معايا؟ رودينا محمد. سمعيني؟ Yes. Yes. يا رودينا. Yes. No. Answer this question. Five. يلا read it out. 594 plus 8 equals 12, 2 and carry up 1, 10 plus 7 equals 17, carry up 1. 6 plus 9 equals 15. Carry up 1. 1,172. 1,572. Excellent. شكرا لك أوي. شكرا أوي. يلا ياسين. ياسين. معايا؟ تفتح المايك. ياسين
طب احنا خلاص كده ياسين مش معانا. نور الدين نور الدين نور الدين وائل يحيى. اوكي دول ما بيردوش. آه في حد الو مس ايوه الو ها عايز تحل اي كويستشن دي ولا دي؟ اقرا اللي انت عايز تحلها. اقرا فوق اقرا. $596 plus 928. شاطر. يلا هبدأ بمين؟ هنحل دي. هنبدأ بمين؟ الوانز. الوانز حلو. 6 plus 8 12. 6 plus 8 2 carry up 1 لا بالراحة كده. أنا هحط ال 8 in my mind وال 6 in my hand هيبقوا كام؟ 14 يبقى أكتب إيه؟ 4 excellent. وأعمل إيه لل 1؟ carry up 1 carry up 1 1 plus 9 10 10 plus 2 10 plus 2 12 حلو. احط ال 2 واعمل ايه لل 1؟ carry up carry up حلو. 1 plus 5 15 plus 9 15 1 plus 5 6 plus 9 15. هنحط ال 5 وحط مين جنبيها؟ ال 1. شاطر شكرا ليك. فاضل كده ياسين بس ما جاوبش. ياسين سمعني حبيبه هي ما جاوبتش. حبيبه سمعاني؟ يس يس يلا حبيبه يلا. عندي ايه هنا؟ حلي اخر واحده. eight plus eight equal لا 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 ثاني اقري السؤال الاول. 593 plus كام؟ eight plus eight equals 16. حبيبة أنا حلتها دي. أنا بحل هنا شايفة الصح ده؟ بحل آخر واحدة ما تحلتش اللي هي 593 plus 998. أوكي يلا 3 plus 8 3 plus 8 equals 3 plus 8. نحلينا دي خلاص يا حبيبي دي حليناها اللي عندها ستار حليناها. بنحل اخر واحدة هنا 3 plus 8. لو انت مش واضح عندك اسمعي صوتي. 3 plus 8 equal كام؟ 11 بس يا قلبي اقفل المايك ده دور حبيب. 3 plus 8 equal كام يا حبيبة؟ 11 شاطرة. حط ال 1 واعمل ايه؟ carry up ال 1 carry up. 1 plus 9 10 10 plus 9 19. حط ال 9 واعمل ايه؟ carry up the 1 carry up the 1. 1 plus 5 6 6 plus 9 15. شاطر شكرا ليك يا حبيب شطورة. طب نشوف مين محلش ولا كلنا حلينا كده خلاص؟ في حد محلش افتح المايك. ياسين ياسين شكله داخل معانا ومش معانا. ياسين خلاص اخر النداء لياسين. خلاص كده احنا كلنا حلينا البلس.
أكيد دول كمان سهلين تحلوهم مع نفسكم يعني. ونبدأ في subtract عشان الوقت. عندي إيه subtract؟ subtract يعني إيه؟ يعني minus. طيب أول حاجة أنا أحل وبعدين نشوف حد يحل معي إن شاء الله. أول حاجة أوصل هنا بلاقي إيه؟ عندي minus، أعمل subtract. يبقى ركز إن أنا لازم أعمل إيه؟ لازم يبقى البيج نمبر، البيج نمبر هو minus small number. ما ينفعش يبقى عندي small number أعمل منه minus، لازم يبقى إيه؟ يبقى big number. فلازم أركز في النقطة دي، أول ما يبقى عندي minus ما ينفعش إن أنا لازم أركز إن النمبر اللي فوق يبقى هو البيج أكبر من النمبر اللي تحت. إيه؟ طيب نبدأ بقى نحل سوا. عندي إيه؟ 956 minus 598. أول حاجة عندي 6 minus 8. No, 8 more than 6. فما ينفعش إن أنا أعمل minus. هعمل إيه؟ هعمل borrow أو regrouping. يعني إيه regrouping أو يعني إيه borrow؟ يعني أنا هروح للجروب اللي قبله اللي هو الـ 10 وآخد منه كام؟ وآخد منه 10. حط الـ 10 plus 6 equal إيه؟ 16. فحط كده 1 جنب 6. وهنا انا شلت ايه؟ شلت 10. يعني بقى 50 minus 10 equal ايه؟ equal 40. يبقى اكتب هنا 4. انا ال 5 شلت منها 1 5 tens. ودن دي 5 في 10. شلت منها 1 10. اتبقى عندي ايه؟ اتبقى عندي 4 10. نبدأ بقى نحل. عندي 16 minus 8 equal كام؟ احنا خدناها في الدبل. اللي هو 8 plus 8 equal 16. يبقى 16 minus 8 equal 8. بعد كده اروح لمين؟ لل 10. انا ماليش دعوه بال 5 خلاص شطبتها. بص على مين؟ على ال 4. 4 minus 9 ينفع؟ لا، ال 4 smaller than 9. يبقى اعمل ايه؟ هاخد borrow من ال 9. ال 9 هتبقى 8 وال 4 هتبقى كام؟ 14. احط 1 جنب ال 4. 14 minus 9 equal كام؟ أنا مش عارف 14 minus 9. هعلمكم طريقة سهلة لل 9 خصوصا إن هي تسهل عليكم. أنا هعمل نفسي مش شايف ال 4 وأنا كأني مش شايف ال 4. هشوف مين؟ ال 10. 10 minus 9 equal إيه؟ equal 1. يبقى أنا هزود ال 4 اللي أنا مش شايفاها مع ال 1 اللي اتبقى equal كام كده؟ equal 5. يبقى انا دايما لما بيبقى عندي 9 بعمل ايه؟ ماينس من ال 10 بقى 1 ازوده على مين؟ ازوده على اللي في ال 1. يبقى اتبقى هنا كام؟ 14 ماينس 9 ايكوال 5. عندي هنا ايه؟ 8 ماينس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى انا كده عندي البرودكت الناتج بتاعي كام؟ 358. يلا بقى نشوف مين هيحل معانا. نبدأ من أول وجديد، بس نبدأ بقى من تحت. نور الدين وائل. نور الدين سمعني؟ أنا. يلا يا نور قولي، تعالى نحل دي اللي عليها الـ right. اقراها لي. 835 minus 368. هل هبدأ بمين؟ بالفايف. ماينس 8 مينفعش. مينفعش ليه؟ عشان فايف صغيرة. فايف smaller than 8. هعمل ايه؟ بورو. بورو من الثري. الثري كده هشطبها تبقى كام؟ تو. 2 excellent. يبقى انا عندي 3 هتبقى 2 وال 5 15 minus 8 7. حلو، عملتها ازاي دي؟ هقوله كاني مش شايف ال 5 كده. 10 minus 8 equal كام؟ 2. وهزود ال 2 على ال 5. ده اسمه ايه؟ ده اسمه making 10 اللي احنا كنا خدناه قبل كده. الطريقه دي حلوه قوي، ان انا وكاني مش شايف ال 1 بشوف بس ال 10 اللي هو 10 10 minus 8 equal 2
2 plus 5 اللي اتبقت عندي بتاعت ال 1 equal 7 يبقى انت كده شاطر. 2 minus 6 مينفعش بورو هعمل بورو من مين؟ من الايت من الايت هتبقى كام الايت؟ 7 يبقى 7 يبقى لازم اول حاجة ان انا اعمل البورو اكتب النمبر ان انا خدت منه هيبقى كام وبعدين ازود ايه؟ ال 1 تبقى 2 ايه؟ 12 minus 6 ده double 6 شاطر اتبقى عندي ايه؟ 7 minus 3 equal كام؟ 4 شاطر excellent شكرا ليك ممكن تقرا لي البرودكت؟ اقرا الناتج 467 حلو شاطر اهم حاجه ان ابقى عارفه ازاي اقرا النمبر ده مهم قوي يعني شكرا ليك قوي يلا يا مالك تميم يس مس يلا نحل دي 926 minus تقرا 926 minus 658 حلو هبدأ بمين؟ وانس بالوانس قولي هعمل ايه؟ 6 plus 8 2 ينفع 6 minus 8 نو no. نو no. يبقى انا قلت اول حاجه الماينس على طول اول ما اشوف ماينس افكر لازم ان عندي بيج نمبر هو الماينس سمول نمبر يبقى انا 6 عندي سمول ذان سمولر ذان 8 هعمل ايه هاخد من اللي جنبها ايوه هعمل بور ان انا هاخد من اللي جنبها بور 2 هتبقى كام 2 هتبقى 1 2 هتبقى 1 وال 16 لا بقول لك يا تميم بص معايا سيب ايديك كده وبص معايا انا عندي هنا 16 اللي هي جواها ايه جواها 10 و6 صح يا تميم تميم ركز معايا انا عندي 16 جواها 6 10 و6 انا هقول ايه هقول ان ال10 دي ماينس ال8 ايكوال كام ماينس 8 ايكوال 2 2 دي سهله يبقى انا فاضل لي كده من 10 2 هزودها على 6 يبقى كام six plus two seven six plus two eight يبقى أنا كده عندي إن أنا عملت minus من التن دي واللي اتبقى حطيته على six زودته على six يبقى أنا عندي ten minus eight equal two عملت two plus six يبقى أنا كده عندي eight equal eight يبقى أنا عندي كده sixteen minus eight equal eight دي طريقة أسهل إن أنتوا تعملوا بيها الماينس ان انا بدل ما بعمل ماينس من كل النمبر لا انا بعمل ماينس بس من ال10 واللي هيتبقى عندي ازوده على ال1 مش حلوه الطريقه دي فهمتها معايا ولا عيدها تاني فهمتها طب ماشي تعالى نجرب تاني يبقى انا كده عندي 16 minus 8 equal 8 عندي هنا ايه 1 minus 5 ينفع نو هعمل ايه هاخد من اللي جنبها حلو هعمل بورو الناين هتبقى كام تبقى 8 تمام والوان 11 minus 5 equal 6 ان انا عملت ايه قلت اسيبك من ال 11 وامسك ال 10 10 minus 5 equal 5 وازود عليها ال 1 يبقى 6 حلو بقى عندي ايه
عندي بقى عندي مين نمبر ايه ده؟ 9 8 ايوه كده ركز احنا شطبنا على 9 عشان احنا مش عايزينها تاني خلاص نركز على 8 8 ماينس 6 8 ماينس 6 3 8 ماينس 6 2 شاطر ممكن تقرا لي البروده الناتج في الاخر 268 شكرا شكرا ليك قوي يا جميل يلا نشوف مين هيحل كمان معانا عندي حذيفه يس يس يلا هنحل دي يا حذيفه اللي عندها رايت اللي هي 823 minus 386 هبدا بمين اوكي ايوه هبدا بمين 3 3 ماينس 6 ما ينفعش فهنعمل بورو ماينس من ال 2 2 هتبقى كام هتبقى 1 حلو وال 3 هتبقى 4 من السلام ازاي بقى انت هتاخد من ال 10 تحط جنب ال 1 يبقى كام انا مش خدت انا خدت من التنس 1 صح مش اللي انا بقول لك 1 تنس ايكوال كام مش ايكوال 10 صح انا خدت 1 تنس 1 تنس ايكوال كام ايكوال 10 يبقى انا ال 10 دي هزودها على مين على 3 يبقى ايكوال كام 13 13 شاطر يبقى انا ما باخدش 1 انا باخد 1 تنس بزوده على ال 1 لازم اركز انا ما باخدش 1 بس انا باخد 10 13 ماينس 3 ماينس 6 3 ماينس 6 ايكوال كام 13 ماينس 6 7 7 شاطر لا انت كده صاحي ومصحصح وعاجبني 1 ماينس 8 1 ماينس 8 ينفع نو نو هنعمل ايه نعمل بورو من ال 8 شاطر هتبقى كام الايت هتبقى كام لما اخد منها 1 هتبقى 7 7 يبقى اكتب 7 عشان ما انساش وال1 هتبقى كام تبقى 800 ال1 هتبقى كام ال1 انا زودها 10 او زودها 100 هتبقى كام كده انا عندي 1 تبقى 1 تبقى كام تو لا احنا قلنا مش هنزود انا عندي 1 10 حطيت لها 100 حطيتهم جنب بعض يبقى عندي كام كده 1 جنبيها 1 يبقى كام مش عليها جنبيها كده 11 11 حلو تمام 11 ماينس 8 3 حلو بقى عندي كام بقى يا حذيفة اخر حاجة 1 ماينس 3 نعم 7 يا حذيفة 8 خدنا منها 1 بقت 7 7 ماينس 3 ايكوال كام 7 ما سمعتكش 7 ماينس 3 4 اكسلنت بقى انا يا حذيفه لما اعمل بورو باخد من النمبر 1 احط ال 1 ده اللي هو المفروض 10 احطه جنب النمبر الثاني جنبيه مش ان انا اعمل له بلس معاه جنبيه فيبقى كده 13 11 7 كده
ماشي. يبقى انا البرودكت عندي في الاخر كام؟ 437. ماشي حلو. طيب بصوا عشان الوقت نكمل المرة الجاية عشان في لسه كلاسز بعدينا، وان شاء الله هنخلي الباقي كلهم يحلوا معانا، وحذيفة هيحل تاني. ماشي يا حذيفة، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. اوكي، والمرة الجاية هعمل لكم ان شاء الله جيم حلوة قوي قوي، فاستعدوا كده ليه. يلا مع السلامة. باي باي. يلا مع السلامة. باي 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 باي.